إذن دائما في ذات السياق، أو نعم في زيارته التفقدية إلا التي قادتها إلى ولاية أتبس، قام وزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بتدشين مرافق تابعة للقطاع، في مقدمتها مسجد الشيخ أحمد حماني ببلدية يلحاف الدير، وكان لوزير الأوقاف زيارة لجامع القطب الشيخ أتبس. التغطية لعصام الميضة. فهي ليلة نصف من شعبان، ليلة تحويل القبلة، اليوم العظيم الذي يتجلى فيه الله سبحانه عز وجل على أهل الأرض، فيغفر لكل عبد ما عدا المشرك، إن شاء الله ما فيناش مشركين، وكذلك المشاحن اللي عنده شحنة بينه وبين أهله بينه وبين جيرانه بينه وبين. وشهر رمضان هو شهر تصالح، شهر التصافح، وشهر التسامح، وشهر التعاون. ونحن من خلال جلوسنا مع إخواني الأئمة، تيجان رؤوسنا حفظة القرآن الكريم، أئمة الوحي الذين يبلغون القرآن الكريم، ولكن ضمن كما قلت مرة خدمة الوحي في معركة الوعي، لأن الجزائر من دون شك لها يعني أعداء كثر يستهدفونها، ولكن الحمد لله قوتنا في وحدتنا، وهذا الذي يجعل إن شاء الله البلد في رقي دائم ونحو التنمية التي يريدها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكي نصل بالتنمية المواطن. ومن جملة المشاريع التي وقفنا عليها اليوم إضافة هيكل من الهياكل الدينية في هذه الولاية المباركة، ولاية المجاهدة، حيث دشنا مسجدا من المساجد يجمع الناس على المرجعية الدينية الوطنية، على هذه الروح، الروح الفدائية، الروح التعاون، الروح التضامن.